وزميلي هاني ابو القاسم ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. وريت يا هنا تطمنينا على سيف في حوارك ولقائك مع الكابتن احمد الجرحي. اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك، يعني خلاص رجال كره السله على بعد خطوه واحده من التاهل لفاينل دوري السوبر ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت معي في هذه اللحظات كابتن احمد الجرحي المدرب العام. طبعا برحب بحضرتك كشاشة قناه نادي الاهلي، الف مبروك الفوز في مباراه النهارده. لكن حقيقه قبل ما نتكلم على المباراه بالتاكيد عايزين حضرتك تطمنا على كابتن سيف سمير، شفناه بيتالم بشكل كبير وخرج اكيد للاصابه، فبالتاكيد طمنا عليه. يعني الاول الله يبارك فيك على التهنئه. الحمد لله يا سيف، الحمد لله مفيش كسر في الصباع، هو بس الجرح يعني عالجوه في المستشفى، والحمد لله ان شاء الله يبقى معانا ان شاء الله بكره مفيش مشكله باذن الله. ويعني احنا عرفنا واحنا في الماتش ان هو الحمد لله سليم كويس، بس هي كانت خبطه عملت يعني خلع شويه في العقله وتردد، الدكتور ردها له على طول، بس كان عمل الجرح كمان فاضطر ان هو يروح المستشفى، فالحمد لله يعني. الحمد لله كلنا كنا قلقانين عليه الحقيقه. عايزين بقى نتكلم على المباراه مره ثانيه، اكيد مباراه كان فيها نديه بشكل كبير، لانه في النهايه اكيد مباريات النادي الاهلي لازم الفريق يكون مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه، فعايزين نتكلم على المباراه. لكن اكيد في النهايه الحمد لله رجال النادي الاهلي قدروا يسيطروا عليها. يعني طبعا الحمد لله على المكسب دلوقتي 2-0 في البيست اوف 5. برضه بنعتبر ان احنا ما عملناش اي حاجه، لان الـ اي سيريس من خمسه ممكن تقلب في اي وقت لو احنا لو في دلع لو في رعونه. فبنفس التركيز ان شاء الله قلنا للولاد قبل الماتش، يعني بعد الماتش الاولاني، ان دايما الفرقه اللي بتخسر بتحضر احسن من الفرقه اللي بتكسب، لان هي بتبقى دايما عايزه تعوض وعندها ان هي مش عايزه فرصها تقل، ودايما عندهم اخطاء اكيد اكتر عشان خسروا، فدايما بيحاولوا يعالجوا الاخطاء بتاعتهم. بس انا الحمد لله اشتغلنا برضو عالجنا اخطائنا، ما فرحناش بالفوز، يعني فرحنا وقت الفوز، بس اتعاملنا ان احنا لازم نعالج اخطائنا ونركز على نقط القوه اللي عندنا، اكننا لسه ده جيم 1، وان شاء الله الجيم الجاي هيبقى بنفس الشكل باذن الله، هنبقى مركزين. بدايه الماتش الزمالك كان بيقدم مستوى كويس، واحنا الحمد لله برضو قدمنا مستوى معقول في الاول، بس مع مرور الكورت الاولاني والتاني الفرقه بدات تلعب بشكل احسن، بقى في قتال اكتر، بقى في الريباوند تحسن كان وحش في الاول. الحمد لله يعني على المكسب، وكان مكسب مهم جدا. اكيد بشكر حضرتك والف مبروك، ان شاء الله نحسمها يوم الجمعه يا رب ان شاء الله. دعواكم كده ومعانا باذن الله ان شاء الله.